السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثالث المتوسط في مادة الدراسات الإسلامية قسم الحديث. نتحدث اليوم عن الحديث الثالث، ألا وهو الترهيب من الكبر. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: إن المتكبر مثل الرجل فوق جبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. تأمل قول الحسن واربط بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. هذا يا شباب معناه أن هذا الإنسان يرى الناس صغارا في الدنيا، فالناس يرونه صغيرا يوم القيامة، كما كان يرى الناس في الدنيا صغارا يحشر الله يوم القيامة صغيرا. طيب، ننتقل إلى نص الحديث. أول شيء طبعا نتعرف على الراوي، هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نتعرف على الراوي، عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه. كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي عبد الرحمن، كان رجلا نحيفا قصيرا. هذا وصف سيدنا عبد الله ابن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. أسلم بمكة قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسه إياها إذا قام، فإذا جلس أدخلها في ذراعه رضي الله عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إنك غلي معلم، كان حسن الصوت بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، ألا وهو عبد الله بن إيه؟ ابن مسعود. وكان رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام فسمع له دوي كدوي النحل، لأنه كان نحيفا. مات ابن مسعود رضي الله عنه بالمدينة ودفن بالبقيع سنة كم؟ 32، وعاش بضعا وستين سنة. ننتقل إلى نص الحديث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من، استمع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا نص الحديث يا شباب، بيتحدث فيه عن المتكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. نتعرف على بعض المعاني. مثقال ذرة أي وزن نملة. بطر الحق عدم قبول الحق، هو لا يقبل الحق. كذلك غمط الناس أي الاستهانة بالناس واحتقار الناس، هذا معناه غمط الإيه؟ غمط الناس أي الاستهانة بهم واحتقارهم. عندي من معاني الحديث وإرشاداته: الملك والعظمة والجبروت والكمال لمن أحسنت، لله وحده لا شريك له. فلا يجوز لك أيها العبد أن تتكبر، فلا يجوز لأحد من خلق الله أن يتكبر، لأننا كلنا سواسية كأسنان المشط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يتكبر ويتعالى عليهم وهو مثلهم عبد ضعيف خلق من طين. الكبر من كبائر الذنوب يا شباب، التي يستوجب صاحبها النار ما لم يتب منها أو يتداركه الله برحمته فيعفو عنه. يبقى لابد أن تتوب من هذا الذنب العظيم. وإذا تضمن يا شباب الكبر عدم قبول الإسلام، أنه لا يقبل الإسلام، فهذا هنسميه كفر، هنسميه يا شباب كفر الاستكبار، خلاص، اللي هو عدم قبول الإسلام وعدم الانقياد لله بالطاعة، فهذا كفر الاستكبار الذي لا يدخل صاحبه الإيه؟ الجنة. التكبر يا شباب له صور عديدة، منها التكبر في السلوك والأفعال، مثل الذي يأكل ويشرب بشماله تكبرا، أو من يمشي بزهو وتعال، هذا في السلوك. أما في اللباس مثل من يسبل ثوبه تكبرا وتفاخرا، ومثل من يجمل سيارته تكبرا ويحسن بيته بقصد الإعجاب بنفسه والتعالي على غيره، هذا اسمه أو صورة من صور التكبر في اللباس والإيه؟ والزينة. أيضا يا شباب هناك تكبر في الحديث، مثل من يظهر بعض أعمال متفاخرا بها، أنا سويت وأنا فعلت وأنا وهكذا، وأنا أعلم منك وأنا، فهذا كله من التكبر في الحديث.
ومن أمثلة التكبر كذلك يا شباب أنك تصر على الخطأ وعدم قبول النصيحة، إذا قدم أحد لك نصيحة أنت ترفضها ولا تقبلها، فهذا أيضا من التكبر. واحتقار الناس يا شباب لأجل مهنهم، هذا عامل، هذا مش عارف معلم، هذا سواق، هذا كل هذه باحتقار وسخرية إلى هذه المهن، فلابد أن نقدر هذه المهن أو مستواهم المعيشي أو انتمائهم لبلاد فلان، هذا مصري، هذا بنغالي، هذا هندي، هذه كلها من صور التكبر، فعليك أن تتجنب وأن تبتعد عن هذا. أو كذلك لقبيلة معينة، ليس من الكبر يا شباب أن أنت تظهر المظهر الحسن، وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث، لابد أن تتجمل وتتزين لأن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا يؤثر ذلك على صاحبه بالاحتقار من هم أقل منه. خلاص شباب، الكبر الذي يدخل صاحبه الجنة، الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة مطلقا، قلنا عليه كفر الاستكبار الذي وقع فيه معظم قادة قريش مثل أبي لهب، هو يتضمن عدم قبول الإسلام والإعراض عنه. نذكر أربعة من أمثلة الكبر: عند المشي بزهو وتعالٍ، تجميل منزله أو سيارته بقصد التفاخر، يظهر أعماله ليتفاخر بها، يصر على الخطأ وعدم قبول النصيحة. هل اللباس الحسن والمركب الحسن يعدان من التكبر يا شباب؟ ممتاز، ليس من الكبر الظهور بمظهر حسن والتجمل، بل استعمال الزينة إن كان لإظهار نعمة الله فهو مستحب ما لم يؤثر على نفس صاحبه باحتقار من هو أقل منه. طبعا هنا في سؤال تاني: أذكر فضيلة من فضائل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان أكثر الصحابة حفظا للحديث وحفظا للقرآن. وبكده شباب نكون انتهينا من الدرس الثالث أو الحديث الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.